بقوله الو كده على الهوا. الو الو الو، لازم تعرفوا الصوت عشان لو ما تعرفتوش الصوت هتتعاقبوا في التمرين. الو يا كابتن اسامه. اهلا، ازيك يا ابو الكباتن؟ كابتن سامر. كابتن سامر، ايوه. لا خلاص عرفوك، تحياتي ليك يا كابتن سامر. الله يخليك يا كابتن، اخبارك كابتن اسامه؟ كله زي الفل. انت انا ببارك لك طبعا على الاداء ما شاء الله. 2006 عندنا فريق مميز جدا، شغلك واضح كمان على اللعيبه في النتائج في المستوى الفني كمان يا كابتن سامر. ان شاء الله بنعمل حاجه كمان احسن الفتره اللي جايه باذن الله، ونقدر نطلع لعيبه تقدر تمثل الفريق الاول في اعرف فرصه باذن الله. ومعاك حسام وابراهيم اثنين ان شاء الله من المبشرين اللي هيكونوا ان شاء الله من الدعم الاساسي للنادي الاهلي قريب باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى، يعني اهم ما بيميز حسام وابراهيم اثنين يعني التوأم، تجربه ممكن تتكرر مره اخرى في النادي الاهلي ما شاء الله، اثنين كمان زي ما بيلعبوا اساسيين في النادي الاهلي كمان موجودين في منتخب مصر، اهم ما يميز التوأم حسام وابراهيم؟ روحهم العاليه زيهم زي كتير من لعيبه الفريق 2006. الفريق بيتميز بالروح العاليه. حسام وابراهيم يقدروا يلعبوا في كذا مركز، ولاد مبشرين طموحين، عندهم طموح ان هم يعملوا حاجه لنفسهم وللنادي الاهلي والمنتخب مصر، وان شاء الله اتوقع لهم في اقرب فرصه ان احنا نشوف اثنين لعيبه مميزين جدا باذن الله. المراكز يا كابتن سامر، حسام كان بيقول لي بلعب مدافع، كابتن سامر وظفني في حته المهاجم، ايضا برضو ابراهيم بيقول لي كنت بلعب سته وسط ملعب مدافع، دلوقتي الكابتن سامر يعني صانع العاب. الرؤيه الفنيه بتاعتك في توظيف اللعيبه الاثنين دول هي بتبقى ميزه لما يبقى عندك لعيبه يا كابتن اسامه قدراتهم وامكانياتهم تساعدهم ان هم يلعبوا في كذا مركز. طبعا هم كانوا قلقانين شويه في البدايه، لكن لظروف الفرقه وظروف ان انا شفت عندهم قدرات ان هم يقدروا يؤدوا في اكثر من مركز. يعني ابراهيم بيلعب سته وبيلعب ولعب معايا وينج ولعب 10، والماتش اللي فات لعب ثيرد باك، يعني ابراهيم لعب في كذا مكان. حسام كان بادئ ثيرد باك وطلعته 10 وممكن يلعب سته، وبقى له ثلاث ماتشات بيلعب مهاجم. فدي ميزه ان يبقى عندك لعيبه تقدر تأدي في كذا مركز، وبالذات لما يجيدوا المراكز كلها بنفس الاداء يعني والتكنيك. فمهم جدا انك من السن الصغير انك تعود اللعيبه اللي عندهم القدرات والامكانيات ويقدروا ينفذوا المطلوب في كذا مكان، انك تعودهم ما يبقوش عندهم رهبه من تغيير المراكز ويقدروا يؤدوا في كذا مكان، ودي هتفيدهم في المستقبل اكيد، وتفيد النادي ان هم يبقى اللعيب اللي بيقدر يؤدي في كذا مكان لعيب مميز ومطلوب يعني. اكيد. الاثنين النهارده جايين لي بنفس اللبسه كابتن سامر، جايين يلخبطوني. بتتلخبط برضه في الملعب؟ لا كنت بتلخبط دلوقتي خلاص ما معلمه. بس خلي بالك الاثنين قالوا لي النهارده، وخاصه حسام بيقول لي الكابتن سامر بيدخل بين الشوطين عايز يديني تعليمات، اقول له يا كابتن انا حسام مش ابراهيم. يجي ابراهيم يقول له لا يا كابتن انا ابراهيم مش حسام. اكيد. ما توأم بقى يا كابتن. نشكرك يا كابتن سامر، شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. ما شاء الله مدرب محترم، عامل شغل محترم جدا مع فريق 2006.